السلام عليكم يا شباب. في كورس الثيرموداينامكس فور سيفل انجينيرنج النهارده عندنا مساله اخيره خاصه بالبروسيسز والنتورك واللعب في البروبرتيز بتاعه الفلويد اللي احنا بنتعامل معاه. وزي ما قلنا الفلويد ده بيمثل عندنا الستيل بار اللي انت بتتعامل معاه، سواء بتعمل له هيتنج فبيحصل له اكسبانشن، بتعمل له كولينج فبيحصل له كونتراكشن. طبعا كل ده انت بتتعامل معاه هنا بالسبيسيفيك فوليوم اللي بيحمل او بيتحمل او بيحمل الجزيئه الخاصه بالفوليوم. انما لو انت مثلا سخنت البار بتاعك ومسكته من الناحيتين فبالتالي هو مش قادر يحصل له اكسبانشن، بيبدا يعمل قوه على الباوندرز اللي حواليه، بالتالي بيسمى عندك في بروبرتي الخاصه بالضغط اللي بتساوي الفورس على الاريا. لو انت عندك السيخ ده كده فبالتالي الفورس في الاتجاه دوت، والاريا هي الكورسكشن اريا بتاعه البار الدائري. النهارده ان شاء الله هنناقش المساله رقم 16 في الاكسرسايز نمبر 1 في الانسولفد بروبلمز. المساله دي بتقول ان انت عندك اجين في سيرتن فلويد از هيتد ريفرسيبلي ات كونستانت بريشر اوف كذا. يبقى انت عندك بروسيسز، بتبدأ تكتب رقم واحد البروسيس بتاعتك الاسم بتاعها والبروبرتيز اللي هو مديها لك للستيتس بتاعتها، يعني اولها ايه واخرها ايه، بريشر وفوليوم. بيبدأ يقول لك ان البريشر او البروسيس رقم واحد عبارة عن كونستانت بريشر هيتينج. هو بيقول لك كونستانت هيتد ات كونستانت بريشر، يبقى كونستانت بريشر هيتينج a certain pressure is heated at a constant pressure of 1.05 bar. يبقى عندك اصلا بيقول لك constant pressure 1 و2، يبقى انت عندك الطبيعي ان بي 1 بتساوي بي 2 بتساوي 1.05 bar. طبعا برضو في اي مسألة بنرسم البي في دياجرام بتاعنا ونفكر نفسنا بيه دوت، ان انا عندي ده كيرف constant pressure، ده كيرف constant volume، وده كيرف البي في اس ان بتساوي ثابت، وده برضو كيرف البي في اس ان بتساوي ثابت. طبعا دوت اسف ده كده مش كيرف البي في اس ان بتساوي ثابت، انا عندي واحد بس، ده هنا عندي الخاص بي لو انا عندي كومبريشن، وهنا لو انا عندي اكسبانشن. تمام، ودوت البريشر لو انا عندي هنا هيتنج، لو انا عندي هنا كولينج، لو انا عندي كده برفع في الضغط بتاعي عند كونستانت فوليوم يبقى ده برضه هيتنج، وبقلل في الضغط يبقى ده برضه كولينج. بسحب انرجي بقى بقلل في اي حاجه في الضغط او في الفوليوم لو انا عندي كونستانت بريشر، لان بسحب انرجي يبقى بقلل في الطاقه بتاعه البارتكلز اللي هي في الاول وفي الاخر هي اللي بتتمدد فبتكبر لك الفوليوم، او هي اللي بالطاقه الحركيه بتاعتها بتقل فبتبطل تخبيط في الحيطان فبالتالي البريشر بتاعها بيقل. طيب عندك until it has a specific volume of كذا، خد بالك من الالفاظ ان هو بيقول لك هنا until، ده معناه ان هو ديت وصلت ل 1.1، يبقى في 2 بتساوي 1. طبعا هنا عندي البي 1 في 1 كونستنت بريشر، اقدر ارسمها هنا 1 مين، لان الليفل بتاع البريشر تقريبا اتموسفيريك فبالتالي قليل، يبقى عندي constant pressure heating until it reaches a specific volume of 1.1 متر كيوبيك لكل كيلو جرام. It's then compressed reversibly according to BV بتساوي constant. قال لك ان هي البروسيس بعد كده بتشد خط وبعد كده بتقول 1-2-3 عندك reversible compression according to BV بتساوي ثابت. ما قالكش BV اس ان، هو قالك BV بتساوي ثابت، يبقى الان هنا اصلا بتساوي 1 2 a pressure of كذا 2 2، يبقى انا عندي ال B 3 بتساوي 4.2 بار، يبقى انا عندي هرسم الرسمه بتاعتي من 2 ل 3 كومبريشن، يبقى هطلع لفوق. اسف دي كومبريشن ودي هنا هي الاكسبانشن. كومبريشن انا هطلع لفوق من 2 ل 3 واقول ان دي بي في بتساوي ثابت. Then it allowed to expand reversibly
بالفي بالبي في اس 1.3، يبقى اشد خط تاني واقول ان انا عندي من 3 ل 4 ريفرسبل اكسبانشن. بيقول ايه؟ بيقول لك ان هو بي في اس 1.3 بتساوي ثابت. طبعا الكلام دوت بس هو اللي مدوني يعني البروسيس دي، مش مديني اي بروبرتيز فيها. برضو ما انساش اروح ارسمها من 3 ل 4 ريفرسبل اكسبانشن. يبقى انا عندي هطلع دي بس لفوق كده واطلع بيها انزل لتحت كده، واقول ان دي من 3 من 2 ل 3 كولينج، من 3 ل 4 ريفرسبل اكسبانشن بالبي في اس 1.3. طبعا طبعا البي في هنا اس ثابت، البي في هنا اس 1.3، عشان كده هما الاثنين ما انطبقوش على بعض. طول ما انت بتطلع في الاتجاه ده، ده بيدي لك ان البوليتروبيك اندكس بتاعك بيقل، او الان بتاعتك بتقل لو انت بترسم الميل هنا ولا هنا ولا هنا. بعد كده بيقول لك ان فاينلي هيتد ا كونستنت فوليوم باك تو ذا انيشال كونديشن. يعني انت بتتكلم على باك تو انيشال كونديشن، يبقى من 4 ل 1 قال لك ان هي كونستنت فوليوم هيتنج. يبقى انا هروح ارسمه هنا، عشان كده انا مديت دي لفوق عشان بعد كده اقول 4 ل 1 كونستنت فوليوم هيتنج. اسف السهم ده كده غلط، لان هو قال لي هيتنج ما قاليش كولينج. يبقى انا كده عندي رسم البروسيس بتاعتي دي غلط. كان لازم 4 دي تبقى تحت 1 عشان اطلع بالهيتنج لفوق. يبقى انا البروسيس دي او السايكل دي مش صح. تعال نرسمها تاني من 1 ل 2، وبعد كده من 2 ل 3، وبعد كده من 3 ل 4، وبعد كده من 4 ل 1. هيبقى شكلها عامل كده بالظبط. دوت ال V دوت من 1 ل 2 قال لك ان هي constant pressure heating، بزود في الفوليوم. بعد كده compression PV بتساوي ثابت لحد رقم 3، بعد كده expansion PV اس 1.3 بتساوي ثابت لحد رقم 4، بعد كده constant volume heating بطلع لفوق. عشان كده ال work في المنطقة دي ال work هيبقى بيساوي صفر لو هو عايز مني بعد كده ال work. قال لك the work in the constant pressure is كذا. هو قال لي ان ال work في ال constant pressure is كذا. لو جيت دورت هنا مش هلاقي غير دي هي الوحيدة ال constant pressure. يبقى ال work من 1 ل 2 بيساوي 515 نيوتن في متر، يعني 515 جول. the mass of the fluid is كذا. يبقى الماس بتساوي 2 من 10 كيلو جرام. وبعد كده calculate the network done by or the fluid وsketch PV diagram. طبعا احنا هنا عملنا sketch خلاص بال PV diagram. طبعا هو هنا لما بيقول لي calculate the work في المسألة اللي فاتت احنا نسينا ان احنا كنا بنجيب ال work دايما B بتساوي W بتساوي B V B اسف B D في، وقلنا ان دي كانت وحدتها متر كيوبيك لكل كيلوجرام، بالتالي دي وحدتها تطلع جول لكل كيلوجرام. بس ما انساش ان انا بعد ما احسب الكلام ده كله اجي هنا واقول ان التوتال وورك، وورك وعليه بار كده، بيساوي الورك اللي من غير بار مضروب في الماس، علشان اقدر اجيب التوتال وورك اللي الوحده بتاعته جول، اللي هو هنا اوريدي مدهوني. بالتالي انا هعكس البروسيس هنا وهجيب الورك اللي مش عليه بار. طبعا ده الورك اللي عليه بار، هجيب الورك اللي مش عليه بار بالنسبه للبروسيس رقم 1 و2. فاقدر اقول ان انا عندي الورك سبيسيفيك وورك قال عليه بيساوي 500، ده بالنسبه لواحد واثنين بيساوي 515 على 2 من 10، هيطلع لي رقم بالجول لكل كيلوجرام، لان انا كل حياتي بتعامل في البروبرتيز مع السبيسيفيك فوليوم وليس الفوليوم. ده بيبقى احسن في التعامل جوه العلاقات بتاعت البروبرتيز. طبعا هو هنا عايزني اجيب الورك دون خلال السايكل كلها، او الورك باي خلال السايكل كلها. طبعا انت من خلال الرسم بتاعت بتاع الدايره اقدر اقول لك ان انت لما بيكون عندك ال السايكل بتاعتك كاونتر كلوك وايز، يبقى انا هنا اقدر اقول لك ان الورك ده بيبقى ورك دون
باي ذا فلويد، يعني الورك بيبقى في الاخر هيطلع بالموجب، انما لما يكون زي دي كده كاونتر كلوكوايز انت لافف في الاتجاه ده عكس عقارب الساعه، انما لما يكون كلوكوايز ماشي مع عقارب الساعه اعرف الورك هيطلع دون اون ذا فلويد، يعني هيطلع الورك بالسالب السالب عندك. طبعا الورك دون باي ذا فلويد دوت على سبيل المثال مثلا بيبقى ان انت عندك في احتراق في محرك في ضغط وفي اكسبانشن بيدي لك ورك في الاخر، شغل البساتم شغل محركات الاحتراق ده بيدي لك ورك دان باي، لان هو الفلويد او الكومباشن ريزلت بتاعتك او منتجات الحريق هي اللي في الاخر بتزق البساتم وبتحرك العربيه بتاعتك. تعالى هنا نتكلم على كل بروسيس، هو هنا مديني ورك 1 2، انا عايز الورك اجيب الورك 2 3 الورك 3 4 والورك 4 1 كده كده بزيرو، ورك 4 1 بزيرو لان انا عندي كونستانت فوليوم، فبالتالي انا ما عنديش اي ورك. هنا هقدر اجيب بس الورك من 2 ل 3، طبعا اول ما اشوف الورك اقوم قايل تكامل البي البي دي في، وابدا ابص على علاقه البي والفي بالنسبه ل 2 3 بي في بتساوي ثابت. ببساطة هاجي هنا اقول بتساوي اشيل البي نفس الكلام احط سي على الفي، يبقى انا عندي تكامل السي هقوم مطلعها بره، السي هطلعها بره التكامل واقول تكامل الدي في على الفي. طبعا السي سي بتساوي بي واحد بي واحد بتساوي بي اتنين في اتنين، هنا هو في البروسيس رقم اتنين تلاتة، يبقى انا عندي هنا هشيل السي واحط مكانها في واحد في واحد، يبقى في واحد في واحد تكامل الفي اس سالب واحد عبارة عن ان انت تزود على الاس واحد وتقسم على الاس الجديد، بس ده هيطلع لك عندك هنا في اس سالب واحد، وبالتالي لو زودت عليه واحد هيبقى صفر، وبالتالي احنا هنا بنتكلم في ان تكامل الواحد على الفي هو لين الفي على ما اعتقد، دي ممكن نراجعها وتراجعوها معايا في السكشن اللي جاي، ان انت عندك تكامل واحد على الفي هو لين الفي، بالتالي هقول ان انا عندي لين الفي عند البروسيس بتكلم هنا من 2 ل 3، يبقى الفاينل ناقص الانيشال يبقى لين الفي 3 ناقص لين الفي 2، كل الكلام ده كله مضروب في في واحد في واحد. خد بالك ناتج التكامل بيتحط ما بين قوسين اللي هو بتطرح الفاينل ناقص الانيشال الثابت اللي هو بره التكامل ده بيتضرب في القوس من بره، يبقى انت كده جبت الورك دون من 2 ل 3. الحاجه الغريبه ان انت كان عندك واحد على في تيجي تزود على الاس تضرب منك، بس تكامل واحد على في هو لين الفي، بالتالي تقول لين الفي 3 ناقص لين الفي 2، والثابت بتاعك هو بي 1 في 1 او بي 2 في 2. طبعا هل انا معايا بي 1 في 1؟ انا هنا معايا البي 1 ومعايا الفي 1. طب هل انا هنا اسف انا بتعامل مع 3 4 تمام مع بروسس 3 4، يبقى انا عندي هنا 2 2 اسف 2 3 يبقى 2 2 3 3، ودي تبقى مثلا 2 2 على حسب اللي معايا خليها 2 2 ماشي، ولين الفي 3 ناقص لين الفي 2. طيب هل انا هنا معايا البي 2؟ لا مش معايا، لا معايا اهو البي 2 اهو، اخد بالي من الداتا بتاعت الورك بتاعتها صح، خلاص انا جبت كل اللي انا عايزه. طب الفي 2؟ الفي 2 معايا اهو، يبقى مفيش مشكله. طب الفي 2 اهو معايا. طب الفي 3؟ هل انا معايا الفي 3؟ لا مش معايا الفي 3، يبقى انا رجوعي للبروبرتيز هيبقى علشان اجيب الفي 3. طبعا في 3 يبقى على طول اقوم قايل بي 2 في 2 بتساوي بي 3 في 3. طبعا هل انا هنا معايا البي 2؟ هل انا معايا البي 2؟ هل انا معايا البي 3؟ اهي، يبقى انا هنا اقدر اجيب بس الفي 3 واقدر ارجع اعوض بها هنا واجيب الورك دان خلال البروسيس من 2 ل 3. بعد كده يبقى لي البروسيس من 3 ل 4، برضه هكتب نفس القانون، ورك من 3 ل 4 يساوي تكامل بي دي في. بعد كده هشيل اشوف العلاقه بتاعت بي دي في 3 4 بي في اس 1 و3 من 10، يبقى هشيل البي واحط سي على 1 و3 من 10، فيبقى عندي هنا سي تكامل دي في على في اس 1 و3 من 10. اشيل السي واحط مكانها طبعا السي معروفه ان هي بتساوي بي في بي في، شوف البروسيس بتاعتك هنا كام 3 4 يبقى خلاص، يبقى بي 3 في 3
بس طبعا 1.3 بتساوي بي 4 في 4 اس 1.3. ما تنساش الاس بتاعك وانت شغال، مهم جدا عشان ما يضربش معاك الارقام. طيب يبقى انت بتتكلم على هنا، هشيل السي واحط مكانها اللي انا عايزه، اللي انا متاح بالنسبه لي. طبعا انا هنا معايا البي 3 في 3، انا لسه جايبها من البروس اللي فاتت، يبقى انا اقول بي 3 في 3 مضروبه في تكامل في اس 1.3. طبعا دي هتبقى واحد على، او هتبقى دي في مضروبه في الفي اس سالب 1.3، هزود على اس 1 واقسم على الاس الجديد. يبقى انا بتكلم في ان انا يبقى عندي افتح قوس كبير واقول ان هو هيبقى الفاينل ناقص الانيشيال بالناتج بتاع التكامل بتاعي. يعني هقول زود على اس 1 تبقى في اس سالب 1 سالب 3 على سالب 3 فاينل ناقص انيشيال، يبقى 4 ناقص في سالب 3 على سالب 3 الانيشيال 3، يبقى اطرح هنا 3. زود على اس 1، زود على سالب 1.3 1 يطلع لك سالب 3 واقسم على الاس الجديد. فاينل ناقص انيشيال والسي بتساوي بي في اي واحده منهم، وما تنساش الاس. طبعا هنا الفي 4 انا مش عارفها، ولكن هو هنا قال لي كونستانت فوليوم هيتنج، انا نسيت انا اكتب في 1 بتساوي في 4 لان ده كونستانت فوليوم، يبقى الفي هات ما بتتغيرش خلال البروسيس، يبقى الاخر ناقص الاول يبقى 1 بتساوي 4. يبقى انا عندي هنا الفي 4 هي الفي 1 اللي هي اوريدي مش موجودة عندي، انا عندي الفي 2 مش عندي الفي 1، بالتالي هرجع للبروسيس اللي تجيب لي الفي 1 من الفي 2. يبقى اكيد هي بروسيس 1 2 اللي هي العلاقة فيها عبارة عن كونستانت بريشر هيتنج. طيب هنا انا عندي البي بتساوي البي، يبقى هنا الفوليوم عندي انا مش عارفه، بس هنا على ما اعتقد هو كان اداني التوتال فوليوم. it has a specific volume of 1/10 until it has a specific volume of 1/10. بدل الفي 2. طيب هنا انا عندي مشكله في الفي 1. طبعا هنا التركه اللي هو مدهاني ان هو مديني الورك اللي هو مدهوني، قال لي انا جبت لك الورك بتاع 1 2 اللي هو بيساوي 515 على الماس، يعني هيطلع لي رقم. طيب الورك بتاع 1 2 ده انا اوريدي هستفاد بيه ان انا اجيب الورك نت بتاع السايكل، ان انا هجمع ده على 3 4 على 2 3 اللي انا لسه حاسبه من شويه. بس قلنا ان هو ما دام مديني الورك يبقى اعرف ان انا اكيد هجيب منه بروبرتي من البروبرتيز، واكيد اغلب الظن هتبقى بروبرتي فوليوم. يبقى انا بتكلم على الورك 1 2 هشتغل بالعكس، اقول تكامل البي دي في. طبعا العلاقه بتقول ان البريشر بيساوي ثابت، يبقى انا هطلع البي بره التكامل، يبقى البي في تكامل الدي في، يبقى ببساطه تكامل الدي في اللي هي هنا في واحد، هنا تكامل الواحد هو عباره عن ان انت تحط الرمز، يعني الفي واحد دي الواحد ده اللي هو في اس 0، فانت هتزود على اس 1 تقسم على اس الجديد، فتبقى في اس 1 على 1 اللي هي تبقى في، واقوم قايل ان بي اللي هي بره التكامل اللي انا بحطها هنا بره التكامل الثابت بتاع بره التكامل كان هنا بي في، هنا عباره عن بي بس، واقوم قايل افتح قوس التكامل واقول في اللي هي ناتج التكامل ناقص في فاينل ناقص انيشيال من 1 ل 2، يبقى دي 2 ناقص 1. طبعا هنا انا عندي البي دي اقدر اقول ان هي 1 او 2 لان انا عندي هنا كونستانت بريشر، يبقى انا بتكلم هنا في بي 1 على سبيل المثال. يبقى انا معايا البي 1، معايا الفي 1، معيش الفي 2، بس معايا الورك اصلا اللي انا لسه حاسبه، فبالتالي اقدر اقول ان الفي 2 دي بتساوي رقم ارجع اعوض بيها ان الفي، اسف انا هنا بجيب الفي 1، انا معايا الفي 2، الفي 1 بتساوي الفي 4، واقدر هنا اجيب الفي 4 علشان اجيب الورك من خلال البروسيس 4 ل1. يبقى المساله دي كانت بتتحرك معايا ان انا عايز الورك بس مش عايز اي بروبرتيز، ولكن انا اضطريت ان انا في خلال البروسيس رقم 4 ل1 ان انا ارجع استعمل الورك اللي هو مدهوني علشان اجيب
ال V واحد من خلال البروسيس رقم واحد اتنين اللي هي عبارة عن كونستانت بريشر اللي هي الورك بتاعها ببساطة بيساوي بي في ناقص في على طول من غير أي حاجة، يبقى بريشر أي بريشر واحد أو اتنين في الفوليوم الأخير ناقص الفوليوم الأولاني، يبقى أنا عندي بي في في اتنين ناقص في واحد. أنا معايا الورك ده أوريدي، أي نعم هجمعه في الورك لكن أجيب منه أصلا الفي واحد اللي بتساوي الفي أربعة عشان كونستانت عشان كونستانت فوليوم. طبعا البروسيس دي اصلا ما فيهاش ورك، بس انا بجيب الفي 4 علشان العلاقه بتاعت من 3 ل 4 اصلا اللي هي فيها اكسبانشن ورك. طبعا انت وانت بتطلع الارقام تتوقع ان البريشر اللي معمول او الورك اللي معمول اثناء العمليه بتاعت الكومبريشن ده هيطلع سالب، والعمليه بتاعت الاكسبانشن ده هيطلع موجب. طبعا ده برضه عمليه اكسبانشن فهيطلع موجب، يبقى النت بتاع السايكل كلها هيطلع موجب، لان موجب وموجب ناقص موجب ناقص سالب اسف هيطلع الناحيه دي الكميه، هتطلع ان انت بتطرح حاجتين يعني حاجتين هيطلعوا كبار وناقص حاجه صغيره فيطلع في الاخر رقم موجب. عشان كده انا قلت لك ان الكاونتر كلوك وايز سايكل عباره عن باور سايكل بتدي ورك اون، واي ورك اسف تدي ورك باي، اي ورك باي يعني اكسبانشن يعني الورك هيطلع باشاره موجبه في الاخر النت ورك اللي هو متجمع 1 2 2 3 3 4 طبعا 4 ل 1 ب 0.